السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. واحد من أهم وأشهر أباطرة علم الفيزياء، إنه العالم الكبير ألبرت أينشتاين، الذي استطاع بفضل علمه الغزير أن يغير مجرى علم الفيزياء بالكامل ويزعزع جميع المفاهيم لدى علماء الفيزياء بفضل نظرية واحدة فقط، إنها النظرية النسبية. وتعد النظرية النسبية واحدة من أكثر النظريات إثارة للعجب لدى رواد هذا العلم حول العالم. لنلتقي بعد الفاصل القصير، ابقوا معي. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم أخوكم سعيد الجمالي على قناتكم سعيد شاول. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب إن نال هذا الفيديو إعجابكم. دعونا نتعرف على هذا العالم ألبرت أينشتاين. سوف نتعرف من خلال هذا الفيديو إن شاء الله على 10 حقائق لا يعرفها الكثير منا حول العالم ألبرت أينشتاين. فقد كان ألبرت أينشتاين أعجوبة هذا العصر، حتى أنه استغرب الكثير من الباحثين من قدراته، بل وقالوا أنه لو كان تخصص أينشتاين هو علم الكيمياء لاستطاع أن يحول التراب إلى فضة وذهب، واستطاع أن يحول الحجر الذي نجده في الطرقات وفي الأماكن العامة إلى حجر نفيس وثمين نبيعه بالملايين، وذلك بفضل علمه الغزير الذي يتمتع به. فمرحبا بكم في هذا الفيديو، ولنبدأ العد التنازلي countdown مع الحقيقة الأولى، وهي اكتشاف النظرية النسبية. إليكم التفاصيل. بينما كان ألبرت أينشتاين يعمل في سويسرا سنة 1905، قام بنشر ورقة بحثية علمية حول النظرية النسبية، حيث كانت مخالفة لما هو مشهور من علم معروف لدى علماء العصر. وهذه نظرية مكتوبة بتلك الورقة كانت تتضمن واحدة من أشهر المعادلات في العالم، وهي E تساوي MC أس 2، حيث تعرف هذه المعادلة في الفيزياء بمعادلة الكتلة والطاقة. بالرغم من وجود الكثير من الادعاءات التي ثبت فيها بوجود العديد من العلماء الذين قد اكتشفوا هذه المعادلة في نفس الوقت الذي اكتشفها فيها أينشتاين، إلا أنه أكثر شخص بذل مجهودات قيمة في إثبات هذه النظرية والبحث في مضامينها وتحليل معطياتها واحتمالاتها، لذلك فيرجع له الفضل في اكتشافها. الحقيقة الثانية، الحصول على جائزة نوبل. خلال عام 1923 استلم العالم المشهور ألبرت أينشتاين واحدة من أضخم الجوائز التي تهدى للشخصيات المشهورة بنشر السلام أو الأخلاق الحسنة أو العلم، ومقابل بذلهم لمجهودات سابقة قيمة يتم تتويجهم بجائزة نوبل كتكريم لهم على مجهودهم القيم، وكان أينشتاين واحد من الحاصلين عليها باستحقاق. لكن الغريب في الأمر أن جائزة نوبل التي حصل عليها ألبرت أينشتاين لم تكن بسبب نظرية نسبية التي اكتشفها، بل كانت الجائزة من نصيبه بفضل اكتشافه للتأثير الكهروضوئي، التي تقول فيزيائيا بأن المعادن يتم فيها تفرق الإلكترونات لما يتم تسليط الضوء عليها. ولكن كل الأموال التي حصل عليها أينشتاين من جائزة نوبل استفادت منها زوجته السابقة بسبب الطلاق. الحقيقة الثالثة، بالرغم من أن التدخين عادة سيئة، ولكن هذا لا يعني أن بعض العلماء والناجحين في شيء من حياتهم يدخنون ويقومون بهذه السلوكيات السلبية. أنا لا أدعو في هذا الفيديو للتدخين ولا أشجعكم عليه، فهو مضر للصحة ومناف للتعاليم الإسلامية، وكذلك مضر للمال ولحالتك الاقتصادية. فتابعوا التفاصيل لتعرفوا تفاصيل هذه العادة التي يتمتع بها ألبرت أينشتاين في حياته. كان ألبرت أينشتاين مدمنا على التدخين، حيث كانت هذه العادة أكثر من غيرها لما كان كبيرا في السن، فازداد تدخينه وهو ذاهب إلى مختبره أو إلى أي مكان لعمله المتعدد، حيث كان يدخن بعض الأنواع الفخمة آنذاك.
من أساليب التدخين ووسائله كالبايب التي كانت شائعة عند ذوي الشهرة والنفوذ والمال، وكذلك كان يدخن بسجائر السيجار المشهورة إلى يومنا الحالي بعلو سعره حسب جودته. ولكن يبقى التدخين محرما في الإسلام ومضر للصحة طبيا، وهو عادة سلبية نفسيا وممارسة خاطئة اقتصاديا أو ماليا. الحقيقة الرابعة، عرضت على أينشتاين أن يكون رئيسا للكيان الصهيوني، فما هي ردة فعله لقاء ذلك؟ بعد عدة أيام من موت الرئيس الذي تم توليته الحكم في الكيان الصهيوني الإسرائيلي للقيام بتأسيس دولة إسرائيل، تم اقتراحه على أينشتاين أن يتولى رئاسة دولة الصهيونية المحتلة لأراضي المسلمين في فلسطين وللمسجد الأقصى والقبلة الأولى للمسلمين الذي صلى فيه رسول الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في ليلة معجزة الإسراء والمعراج. والعجيب في الأمر أن هذا الاقتراح كان لما بلغ ألبرت أينشتاين 73 سنة، ولكن الأغرب أنه رفض هذا الاقتراح بشكل أخلاقي ومؤدب بقوله أنه يفتقد إلى الميول الطبيعي والموهبة والخبرة في التعامل مع البشر بشكل جيد. ولعل أفضل مثال هو علاقته بزوجته السابقة التي طلقها، قد أشار كذلك إلى أن عمره كبير لا يتوافق مع أن يترأس مكتبا عاما، والأمر الذي سيجعلك تستغرب أكثر من الحقائق الغريبة السابقة أنه وبعد 3 سنوات فقط سيموت ألبرت أينشتاين، مما يثبت صحة كلامه كله. الحقيقة الخامسة، أين هو دماغ ألبرت أينشتاين؟ تمت عملية تشريح جسم ألبرت أينشتاين وبالضبط لرأسه لكي يتم فحص وتحليل دماغه لكي يتم التعرف على سر الذكاء الذي يتميز به ألبرت أينشتاين. وقد تمت هذه العملية في مشرحة بمختبر جامعة برينغستون، وقد بدأت العملية بعد وفاته ب7 أيام فقط، فتم إخراج مخ العالم الكبير في أمل لمعرفة سبب عبقريته التي نادرا ما نصادف مثلها في تاريخ الفيزياء وكل العلوم. فذهل الذين قاموا بعملية تشريح وصدموا بعد رؤيتهم للدماغ من الخارج، حيث لم يكن أكبر من أي دماغ عادي وطبيعي. وبعدها تم تقطيع دماغ ألبرت أينشتاين إلى 240 قطعة صغيرة لفحصه ودراسة خلاياه عن كثب. وعملية التقطيع هذه لدماغ ألبرت أينشتاين قام بها العالم توماس هارفي. وبعد مرور أزيد من 40 سنة عن وفاة ألبرت أينشتاين وعن عملية تشريح دماغه، اكتشف العلماء أن الجزء المسؤول عن التفسير والقدرات الريادية باريتال لوبس كان أضخم بنسبة 15% من الأشخاص الطبيعيين، وهذا بعدما تم العثور عليه بعدما تمت سرقته من طرف العالم السابق ذكره توماس هارفي، والذي كان بالمختبر يوم تشريح جثة ألبرت أينشتاين. والآن دماغ ألبرت أينشتاين موجود في المتحف القومي للصحة والدواء. الحقيقة السادسة، بوصلة الجيب، ما هي قصتها؟ لما كان ألبرت أينشتاين قد بلغ 5 سنين من عمره، شعر ببعض التعب ونام في سريره، فدخل والده إلى غرفته ولكي يخفف عليه المرض جلس بجانبه وأخرج من جيبه بوصلة الجيب لكي يريه كيف تشتغل. وقد انبهر أينشتاين برؤيته لهذا الاختراع الجميل والعجيب في نفس الوقت، وقد نال إعجابه هذا الجهاز، مما جعله يفكر بعد هذا الحدث لسنين طويلة حول سر تحرك إبرة أو عقرب البوصلة لما تقوم بالدوران، وما هو الضغط الذي يمارس على الإبرة والذي يجعلها تشير نحو اتجاه الشمال. وقد كان هذا الحدث هو السبب الأول وحجر الأساس لاهتمام ألبرت أينشتاين بالفيزياء وانفتاحه على الكون والعلوم عموما. الحقيقة السابعة، قدرات التعلم لدى أينشتاين. على الرغم من أن ألبرت أينشتاين اشتهر أن لديه عجز في التعلم، إلا أنه في الحقيقة كان عكس هذا الوضع تماما، فقد احترف لحن الموسيقى بجهاز أو بآلة الكمانجا في سن 11 فقط، وقد كان يستطيع التحدث باللغة اللاتينية واليونانية بطلاقة، بالإضافة أنه كان لا يعاني من أي مشاكل مع مادة الرياضية، فقد كان أبوه وأمه يريان أن المدرسة تؤخر تعليمه وأن ما يدرسونه له غير كاف، لهذا اشتروا له كتبا متقدمة جدا في الفيزياء والرياضيات. ولما وصل إلى سن 15 أتقن التفاضل والتكامل
التعامل في مسائل الرياضيات والعديد من الدروس الأخرى المتقدمة. ولكن المشكلة الحقيقية التي قد قابلته وهو صغير كانت هي العجز في الكلام، ولكنه تحسن في كل مرة يكبر فيها، بالإضافة إلى أنه كان يحصل على درجات ضعيفة في مواد معينة، لأنه كان يرى أن هذه المواد غير مهمة بالنسبة له، لهذا لم يهتم بها كثيرا، ولم يكن يحضر لحصصها التدريسية في غالب الأحيان. الحقيقة الثامنة، زوجة أينشتاين الأولى. لقد تزوج ألبرت أينشتاين مرتين، في المرة الأولى كانت في يناير سنة 1903، وبعد مدة من الزمن قام أينشتاين بتجهيز عقد رسمي لكي توقع عليه زوجته، وقد كان فحوى العقد ينص على أن تقدم له 3 وجبات في اليوم، ولو قال لها أنه لا يرغب في الكلام يجب أن لا تتحدث معه وأن لا تتوقع منه أي حميمية، وقد نص العقد كذلك على وجوب بقائهم مع بعض وأن لا يفترقوا ولو وقع أي خلاف بينهما للمحافظة على الأطفال. ولكن هذا العقد لم يتم تطبيقه حرفيا، لأن زوجته سافرت إلى زيوريخ بعد 2 أو 3 شهور وتركت أينشتاين وحده، ثم طلق بعدما عاش متفرقين لمدة 5 سنين. الحقيقة التاسعة، القنبلة الذرية. بعض نظريات من نسبية أينشتاين تقول أن كمية كبيرة من الطاقة يمكن استخراجها من كمية صغيرة من المادة، وقد كان أينشتاين معروف بأنه مسالم تماما ورافض للعنف وللحرب، فقد كان يرفض أي علاقة تربطه بصنع واختراع القنبلة الذرية، ولما عرف أن بعض أبحاثه استخدمت في أغراض تدعو للشر وتحرض على العنف، تسبب ذلك في دخول ألبرت أينشتاين باكتئاب حاد ولزمه المرض للعديد من السنوات، حتى عرف أن القنبلة الذرية يمكن أن تستخدم في الخير وليس فقط في الشر. بعدها قضى بقية حياته في التحسيس بضرر العنف وتأثيره السلبي على الفرد والمجتمع العلمي والمدني، ويسعى لنشر السلام. الحقيقة العاشرة، منشورات ألبرت أينشتاين. توفي ألبرت أينشتاين سنة 1955 في نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز 76 سنة، وفي خلال فترة حياته نشر ما يقارب 300 بحث علمية و150 عملا آخر، وقد كان سبب وفاته هو تمدد الأوعية الدموية في الأظهر، وقد كان من الممكن أن يقوم بعملية جراحية لكي يعيش فترة أطول، ولكن العجيب في الأمر أنه رفض ذلك وفضل ألا يقوم بالعملية، وقد قال هذا التصريح بالحرف: أن أزيد عمري بشكل اصطناعي ليس له طعم، لقد أخذت نصيبي من الحياة والآن حان وقت الرحيل وسأرحل بأناقة. انتهى كلامه. نشكركم على الاهتمام بهذه المواضيع التثقيفية، كما نتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. أشكركم على حسن متابعتكم إلى هنا، قد أتممتم 10 حقائق أتمنى حقا أن تكون قد نالت إعجابكم واستفدتم منها. إن كان كذلك لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة إن كانت هذه أول مرة تشاهدون فيها حلقاتي، وفعلوا جرس التنبيهات لتصلكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة إن شاء الله. شاركوا الفيديو، بارتاجيو مع أصدقائكم لكي يصل هذا الفيديو إلى أكبر عدد من الناس ليستفيدوا أيضا ويعرفوا هذه الحقائق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.